بساعد غرفتي هذه مرة 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 مرة. للأسف ما عرفتكم بشدتي، وهي مرتبة بس الآن على حوستي هذه قاعدة أجمع أغراضي، والله يجعل إن شاء الله في الشقة الجديدة بركة. راح أوريكم حاجة هنا بس. طبعا تقريبا كل أحلامي والناس اللي عندي لهم يعني إلهام أو ألهموني أحط صورهم هنا. ما أدري تعرفون هذه ميشيل فان، جورج كلوني مع زوجته الجديدة أمل. هذا القصة عجيبة اللي ما عنده إيد ورجل، ما أدري إذا واضح هنا، ما عنده إيد ورجل. اسمه نيك فيزيتشي أي ثينك، اسمه الأخير صعب شوي. هذا طبعا وين داير، إبراهيم الفقي، أحمد عمارة طبعا هذا المفضل أنا عندي. هذا الكتاب اللي جاني من هذا الشخص، قصته عجيبة جدا. ليش؟ لأن الكتاب سبحان الله، أنا كنت يعني كنت في مرحلة في حياتي كنت أمر بشوية صعوبات، فكنت أفكر وأقول إن الله عز وجل عادل ولا عمره عطاك شيء في حياتك وفي شيء في نفسك إلا الله عز وجل استجاب له. يعني الله عز وجل استجاب للشيطان لما قال سفيان الثوري إن الله عز وجل استجاب لإبليس وهو أشر الخلق تخليده إلى يوم يبعثون، حينما قال ربي أنظرني إلى يوم يبعثون. فأنا قاعد أفكر أقول إذا الله عز وجل استجاب الشيطان، والله عز وجل الإبليس، والله عز وجل استجاب الناس كثير، منهم هذا، إنه أنا كنت أقول إنه حياته عجيبة سبحان الله على رجوله وعلى رغم فقده لإيده، لأنه عاش حياة كاملة واستجاب له الله عز وجل في إنه تزوج من هذه البنت اللي هي نصها مكسيكي نصها ياباني. القصة عجيبة ليش؟ لأني أنا بس فكرت في هالشخص كان قبل أنام، فجاء في بالي فجأة ما أدري ليش، فسبحان الله قمت اليوم الثاني ولقيت كتاب هذا الإنسان موجود في البريد حقي. يعني أنا تفاجأت أصلا، حتى لما شفت الكتاب قلت إيش هذا، ما استوعبت إنه هو نفسه. فقعدت أشوف الكتاب وأقول يا ربي إيش هذا الإنسان، مين اللي أرسل لي، أحاول أشوف العنوان ما يطلع لي عنوان. فاستغربت إنه إيش جاب الكتاب هذا عندي زين، بعدين استوعبت إنه هو هذا الشخص وهذا كتابه. راح أوريكم إياه، راح أوريكم الكتاب، كتاب جدا جميل ويتكلم فيه هذه زوجته. لكن تحديد على الكلمات اللي أثرت فيه. هذا أول ما تعرفوا على بعض، واضح بالكاميرا أيوة هنا. هنا لما راح خطبها، هنا هم مع بعض بالخطوبة الزواج. سبحان الله، يعني هذا ما عنده رجل ولا إيد، شوفوا سبحان الله. هذا في العرس حقهم قاعد يعني يرقص معها بهذا. فالواحد لازم يحمد ربه على النعم اللي عنده، حتى لو كنتوا زي كذا احمد ربكم على ما عندك رجل ما عندك ايد، ما تمشي عادي، عيش حياتك استمتع وشوف انه في ناس زي هذا قدر يتزوج قدر يجيب له طفل. من ضمن الاشياء اللي اثرت فيني في كتابه يقول انه انا كنت اتمنى اشيل طفلي بايدي واحضنه على يعني على صدري يقول، بعدين اكتشفنا هذه الحركة فسواها مع ولده سبحان الله. يعني بصراحة هذا من أكثر الكتب اللي يعني فاجأتني إنه شلون جاني في البريد، يعني حاجة يعني ما أدري إلى اليوم هذا جاني السنة اللي راحت فجأة كده بالبريد باسمي وبعنوان الشقة بالضبط. يعني سبحان الله، وكان هذا الشخص أصلا جاي في بالي الليلة اللي قبلها، شلون ما أدري، دنيا عجيبة. يعني سألت كل اللي حولي. الكتاب جدا رائع، اللي مهتم ممكن يقرأ منه. طبعا هو شخص متدين بروتستانت في دينه النصرانية، والله يهدينا جميعا للحق، لكن عنده بعض الكلمات اللي أنا أشوفها رائعة أو
ملهمة بمعنى صح، حتى لو ما جيت لاحظتوا في بعض الأشياء أنا محدد عليها بالأصفر. عموما هذا من أحد الكتب الرائعة اللي أنا أحب أقرأها، وراح أنقل بإذن الله من شقتي خلال يومين، راح يجون أصحابي يساعدوني إن شاء الله، وبشوف ما أدري يمكن أخذكم حول الشقة تستكشفونها أو تشوفونها قبل أنقل، والله ييسر. طبعا هذه لوحة أحلامي راح أقول لكم عنها بالتفصيل بعدين بإذن الله، ممكن أنتوا تسوون لكم لوحة أحلام عشان يعني الواحد يكون مركز على أحلامه، خصوصا قريب من السرير. هذا أنا المكتب حقي، يمكن تستغربون بس أنا أحبه كذا قصير على نظام كوري على قولتهم، سويته بنفسي. هذه الطاولة حقتي قصيرة وأجلس هنا على هذا الكرسي. هذه خليني أعطيكم هنا نظرة سريعة قبل، لأني بصراحة بشتاق جدا لهالمكتب. هذا أخذتها من احتفال الصينيين باليوم أو بالسنة الجديدة الصينية. مقصر على هذا صوت عالي. وهذا هدية من اليابان من صاحبتي. هذا كمان من صاحبتي نفسها جولي قد شفتوها. خليني أقول أوريكم كم شغلة أعطتني إياها. أعطتني هذا، أعطتني هذا، أعطتني هذا. وأصلا هي جابت لي هذا من اليابان. إيش بعد أعطتني؟ هذه لها قصة. هذه واحد من أصحابي كوري أسلم ولله الحمد، كان من ضمن الأشخاص اللي أسلموا بفضل الله عز وجل ثم الدعوة أو الكتب اللي أنا جبتها معي من السعودية. فأسلم وأرسل لي هذا، يقول هذه كنت أخذها لما توفى جدي، هو موجود في ولاية في أمريكا، فيقول لما توفى جدي أخذت هذه الصورة، يقول من أغلى الصور لي أنا على قلبي. تخيلوا إيش كتب، كتب لي هنا دعاء الاستخارة، يقول هذا الدعاء أثر في حياتي كثير. في هو كان في شيكاغو يدرس، بعدين نقل إلى العاصمة وهكذا في المحاماة، وبيصير محامي بإذن الله. فيعني هذه من ضمن الأشياء اللي أثرت بعد في حياتي، إنه أرسل لي إياها وكان كاتب شو اسمه دعاء الاستخارة. كمان أرسل لي رسالة فيها إنه يشكر وإلى آخره. لكن العبرة من الموضوع هذا إن الإنسان دائما سبحان الله ما تدري إنه أنت في دينك أشياء معينة أنت عشانك عايشها، ما تدري إنها قد إيش مهمة أو قد إيش نعمة الشيء اللي أنت فيه. يعني مثل دعاء الاستخارة نعمة أنا متأكدة، لكن ما توقعت إنه لهالدرجة يصير نعمة له في حياته، إنه صار حاجة يحفظها تمام تمام حتى يقول أبغى أحفظها باللغة العربية. فصاحبي هذا أتوقع شفتوه أنتوا في فيديو الحلويات، أمريكان يجربون حلويات عربية، موجود هو بالفيديو، كان مسلم هذاك الوقت وإسلامه أحسن وأحسن كل يوم ولله الحمد. فيا أحيانا ما أدري، يعني حبيت أشارككم هالشيء. فالله يكتب في اللي يكتب ما عرفت أتكلم، فالله يكتب اللي فيه الخير ويوفقنا إن شاء الله بالشقة الجديدة اللي راح أوريكم، لأنها شقة مرة 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 جميلة ولله الحمد. أوكي وبكذا مع السلامة، هذا فيديو سريع جداً.